مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة على كل السادة المشاهدين اللي انضموا الآن للمتابعة عبر صباح الشروق. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير عليك يا حمزة، وصباح الخير على كل مشاهدينا الكرام على امتداد بث قناة الشروق الفضائية. مرحبا بكم في صباح الشروق ليوم الليلة، نتمناها جمعة مباركة زي ما قال حمزة، أيضا سعيدة ولمت أهل أيضا جميلة مع كل الأحباب. يوم الجمعة عادة الناس يا مضيوفين يا عندهم يا هم ضيوف الناس يعني، فأتمنى جمعة لطيفة صحيح للجميع يعني إن شاء صحيح، الله. ويوم زيارات وكذا. كيف اليوم جمعتك يا أحمد؟ والله بدينا بصباح الشروق، إن شاء الله حتكون جمعة جميلة أكثر إن شاء الله. إن شاء الله بداية نفتح نافذة أولى عبر صباح الشروق كعادة كل صباح مع مرشدين بيقدموا الجميل والمفيد لكل السادة المشاهدين. رحب بضيفنا الشيخ المرشد تاج الدين الخليفة بن نجا الشيخ سعد. صباح الخير. صباح النور أخي حمزة، بارك الله فيك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مرحبا بك التاج الخليفة بن نجا المادح والمنشد، نحن سعيدين نلاقيك الليلة في الصباح يعني. وأنا كمان سعيد وعبركم وعبر قناة الشروق الفضائية، وحيي جميع المشاهدين إن شاء الله. نعم إن شاء الله. أدب المديح في السودان متجذر يعني، وبدوه آباءنا الشيوخ من زمن طويل وقديم صحيح. جدا يعني. نعم. منو كنت بتحس إنه هو أكثر آباءنا الشيوخ جذبك لأدب المديح؟ والله الحقيقة أنا طبعا نشأت في بيت صوفي وبيت مديح، أنا تاج الدين الخليفة بن نجا الشيخ سعد. نعم. الشيخ سعد بقولون مدرسة كبيرة، وتخرج منها ممكن عشرات ومئات الماسترات في السودان الآن وفي الساحة يعني، وأنا نشأت في هذه المدرسة إن شاء الله. طيب ناخذ بطاقة تعريفية لكل السادة المشاهدين اللي بتابعوك الآن. والله الحقيقة أنا تاج الدين بن نجا سعد الشيخ موسى أبو قرون، نشأت في أبو قرون نيل أبيض، تقع جنوب شرق الدويم وشمال غرب الكوة. هذه المنطقة ما زالت للآن يعني تخرج الشباب والمنشدين والمادحين. بحر ابيض واحده من الاماكن في السودان مشهوره جدا بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يسلمك، في كثير جدا من مشايخه. عطر لنا هذا الصباح بواحده من الانشودات او المدايح. جدا ان شاء الله انا ننشد انشاد ان شاء الله للشيخ عبد الغني النابلسي. دائما يا نور كل مليح بين الكناية فيك والتصريح، أنا دائما يا نور كل مليح بين الكناية فيك والتصريح، أبدي الهوى طورا وأكتم تارة ومدامعي تنبيك عن تبريح، أما الحشاشة في هواك فإنني أنفقتها في رغبة الترويح، أنا بين جسم من صدودك ناحل شقفا وقلب بالبعاد جريح، وأضالع بالاصطبار شحيحة وجدا ودمع فيك غير شحيح، وأنا الذي بين الحواسد والعدا ما بين هجو في الهوى ومديح، وأنا الذي بين الحواسد والعدا ما بين هجو في الهوى ومديح، مغل تسح ولا تشح فدمعها مغني اللبيب به عن التوضيح، يا أيها البدر الذي لما بدا بالحسن أخرص نضغ كل فصيح، لك وجنة هي في النواظر جنة وجهنم في قلب كل طريح،
تستحي وترى العيون جمال وجهك مقبلا فتضج بالتهليل والتسبيح. أحمامة الوادي قفي وترنمي وعلى غرامك ظاهر الترجيح. لا الصبر للتضعيف مفتقر ولا ذا الشوق محتاج إلى التصحيح. لمعت بروغ الأبرغين وقد جرت أمطار جفن بالبكاء غريح. وروى النسيم لنا أحاديث الحما عن عرفج عن ذرنب عن شيح. حتى أهاج بنا الغرام فيا له في الحب من خبر رواه صحيح. بالله بالله بلغ يا نسيم الريح عن شوقي وبالغ يا نسيم الريح. واسأل بلطف منيتي عني ولا تأتي بوجه للمليح قبيح. طفح الغرام طفح الغرام علي حتى بالهوى صرحت في حبي لكل مليح. وكتمته لما بدا لنواظري نور الخباء وملت للتلميح. وأنا الذي بهوى المليح تعممي أبدا ومن شوقي له توشيح. صلاة الله وسلام عليه. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم وأنعم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلاة الله. تاج الدين، نتكلم عن البيت الكبير شيخ يعني الخليفة بن نجا الشيخ سعد. تكلم عن البيت ده شوية، وزي ما قلنا إن النيل الأبيض هو دفاق، نعم، وفيه كثير جدا من المادحين، وعلى امتداد النيل طرق الصوفية المختلفة. ده نتكلم، نعم، شوية عن البيت. والله هو الحقيقة الخليفة بن نجا هو الوالد والمربي، هو الآن الخليفة الحالي لأبونا الشيخ موسى بورون. وأبونا الشيخ موسى بورون هو من الأوائل وأفكار الشيخ محمد بدر ضم بانه. ولو تكلمنا عن الشيخ موسى بقولون، أول زواج له كان عمره 70 سنة. حالة اجتماعية لما تزوج كان عمره 70 سنة. 70 سنة دي كان قضاها في السياحة وفي خدمة المشايخ. أولا بدان ابتدى بأبونا الشيخ عبد الله الخدام، ثم أرسلوا إلى أبونا الشيخ محمد بدر. جلس مع أبونا الشيخ محمد بدر 7 سنوات، وأخذ الطريف في 7 سنوات دي. بعد ذاك أرسلوا لأبونا الشيخ عبد الصيد في النزيهة، قال له الأمانة اللي أرسلوك ليها أبونا الشيخ عبد الله الخدام مشت النزيهة. جلس مع الشيخ عبد الصيد 33 سنة. بعد 33 سنة ثم انتقل إلى أبو قرون الحالية اللي فيها ضريحه، وأسس المسجد والمسجد، وما زال الآن يعني ما شاء الله المسجد يخرج ويدرس العلم والقرآن، ويتوافدون إليه الطلاب من جميع أنحاء السودان. طيب جميل. خلينا نسمح تاني، ولسه متعطشين نسمع منك الكثير جدا إن شاء الله. نحو المدينة يمم السعداء فبدت لهم أعلامها أضوائي، نار المحبة قد أثارت عشقهم بل بلبلت في داخل الأحشاء. وقد أتيت على أثر أجوب طريقهم وأمرغ الخدين في الحصباء. الله أكبر.
لقد نظرت لغبة فيها الرسول وفيها السادة الخلفاء، يا سيد الرسل الكرام، يا علم الهدى، يا مركز اللاجئين والضعفاء، يا أحمد في الأرض شافع حشرهم، يا محمود في الملأ الأعلى والسماء. الله أكبر. قد أتيتك زائرا أجلي صداي واذهب الغماء، أنت الذي لولاك ما خلق امرئ ولا تعلم آدم الأسماء، أنت الذي لولاك ما خمدت نار نار لنمرود وصارت بردا على إبراهيم بلا باء. الله أكبر. قد أتيتك راجيا كشف الكروب وإغاثة الأحفاء، لو أنهم جاءوك تلك بشارة للمذنب الخطاء، لما تلاها الأعرابي تحقق عفوه على لسان العذب ذو الإذناء. الله أكبر. قد أتيتك قاصدا أجلي صداي وأجلي القلب من درناي، نبي شفوق بالخلوق جميعها ومجيرها من لوعة الأسواء، حياته خير لنا ومماته يسمع صلاة محبنا أغصى. الله أكبر. قد دخلت ببابه وقلت السلام عليك يا سيد الرسل والأنبياء، تقدم يمينا إلى صديق الغار وأول الخلفاء، ثم ارحل إلى المرتضى عمرا ثاني الخلافة وأول الأمناء. يا سادتي، قد أتاكم عبدكم سعد أعطوه مقام السادة الآباء، ثم الصلاة على النبي وآله، وبها بقران ينيل الفوز مع السعداء. صلاة الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني بتكلم عن أدب المديح، أنواع كثيرة وبحور كثيرة يعني، والإنشاد أيضا كذلك. في الأدب الشعبي عموما الناس بيتذكروا عدد من الاستغاثات، يمكن أشهر استغاثة حاج الماحي في التمساح. وبيقولوا إنه يعني لم تفقها استغاثة إلا استغاثة عكير الدامر يعني لصديقه أحمد. الشاهد في الأمر إنه عكير الدامر هو نفسه كان تقي وورع، لكنه لم يكن أحد المشايخ. مرات برضو من يكتبون أدب المديح ليس بالضرورة أن يكونوا هم المربين أو المعلمين أو أبائنا الشيوخ يعني. منو برضو بتفتكر من الناس اللي بيكتبوا المديح زي عكير الدامر كان عندهم أثر واضح يعني في الأدب المديح الشعبي السوداني؟ والله حتى الفنانين فيهم ناس بيكتبوا المديح، مثلا زي السيد عبد العزيز. نعم صح صحيح، عنده بعض القصائد جميلة جدا. صحيح. وحتى العلماء برضه هم في علماء لكن ما بكونوا مشايخ مربيين، برضه بكونوا شعراء وكاتبين للإنشاد للمديح. الفروقات ممكن تكون شنو بيناتهم يعني في السرد ولا في ال... والله ما بكون في فرق كثير، لكن الشيخ المربي طبعا حتى في الانواع ما يفرق. احنا بنعرف انه في مديح بيتكلم عن الرسول يعدد مناقبه، في القصيده اللي بيتكلم برضه عن الصحابه. المدائح دي ما هو كثيره، فيها الانشاد زي اللي كنا بنمشي فيه ده، ومنها ده الانشاد المعرب، وفي انشاد برضه شعبي زي القصيده اللي فيها المعرب وفيها شعبي،
وفي الإنشاد السلوكي مثلا يحسك على قيام الليل والأدب مع الشيخ المربي وكذا. وبعد ذلك بتتجه للمديح الشعبي. المديح الشعبي مثلا زي حاجة الماحي حاجة العاقد. ده ممكن يكون فيه النوبة أو الطار مثلا. فيه الطار. النوبة دي كمان ده حاجة تاني اسمها القصيد. القصيد اللي هو فيه النوبة القصيد الخفيف والقصيد الثقيل. والمديح الشعبي من يعني من شعراه برضهم أبونا الشيخ سعد أبو قرون، الشيخ البرعي، الشيخ قدورة. قدورة. أيوة. مدايح قدورة بيقولوا من أصعب المدايح. هي من أصعب المدايح وما في زول جاره فيها أصلا يعني. للآن يعني ما كتبت هو من سلطنة الزرقاء للآن ما في زول جاره قدورة في ألحانه. ألحانه متفردة. والقصائد الشعبية طبعا فيها ضربات كثيرة، منها المربع والمخبوط والهمباتي والدقلاشي. دي الإيقاعات. حتى بعد ذاك بقت هي ذاتها يعني أفكار لكثير من الفنانين في ألحانهم يعني. صحيح. المديح ده ذاته أثر على الأغنية الصغيرة. نعم صحيح حقيقة. الحقيبة مجاري للمديح. المديح. نعم. وبعض في الوقت الأخير ده برضه كمان بعض الشعراء الجدد ديل برضه مجاروا الحقيبة برضه. لا لكن برضه في المديح. لكن الأصل هو المديح يعني. في المديح الرمية دي مرات بتبدأ بدق الطار عشان يلموا الناس. قبل ما يبدو في المديح برضو. فعايزين نشوف برضو تاج الدين. انت هسه بتنشد وطبعا اختلفت ضروب المدايح النبوية، في ناس عن طريق الموسيقى والوتار والمديح الشعبي وغيره. لو اتيحت لك الفرصة برضو ممكن يعني تنشد عن طريق الموسيقى ولا بس الموسيقى ولا الوتار؟ الموسيقى ممكن برضو كواحدة. طبعا ذاته جدل يعني. في صحيح. ناس بيقولوا انه القصة دي لما تدخل عليها الموسيقى بتفقد طعمها يعني. فأنا عايز أشوف الجانب ده عندك. والله هم طبعا في كتاب اسمه الدلالات في سماع الآلات. أنا يعني أنبه الناس لو في زول عنده رأي في الموسيقى يقوم يرجع له. لا أنا أقصد فيها شكل المديح يعني لما يتحول من الطار للموسيقى يقول بيفقد طعمه يعني، أحسن يكون بالطار. والله في ناس يحبوه بالموسيقى وفي ناس يحبوه بالطار. المضمون بس المضمون الطار طبعا. الطار المربع والمخبوط. والآن أنا شايف والله ما شاء الله في الساحة يعني في اهتمام كبير من الشباب لسماع المديح وتطلعات له. يا سلام. بالطار. طيب ننشد من غير طار ومن غير مزيكا طوال جدا ان شاء الله. لطيبة ميثاق علي قديم إذا ذكرت يوم لدي أهيم وما ذاك إلا أن فيها محمدا رسول الهدى روح الوجود مقيم والشمس إلا أن في الكون نوره يدوم ونور الشمس ليس يدوم والعبد عبد الله سيد خلقه له الكون عبد والزمان خدوم والبحر عم الكائنات بفضله بساحله كل الكرام تعوم نبي الهدى يا أعظم الناس نائلا ومن جوده في العالمين عميم تدارك أغثني في أمور فإنني عرتني هموم مثهن أليم وما ذكر تفصيلاتها لك لازم
فأنت بأسرار القيوب عليم تدارك أغثني في مور فإنني عرتني هموم مثهن أليم وما ذكر تفصيلاتها لك لازم فأنت بأسرار القيوب عليم. صلى الله عليه وسلم عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واحدة من أهم وظائف الأدب المديح بالنسبة لكل الناس هو التعريف بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. يعني المادح نفسه بيربي نفسه برضه بأدب الأدب المديح. 200 وانت في بدايتك في المديح حسيت انه فعلا هو بدأ يأثر على شخصيتك؟ يعني والله الحقيقة أنا زي ما ذكرت للحمزة في بداية هذه الحلقة. تفضل بعد الجواب إن شاء الله ما حزمناك وانت شغال من قبل. تفضل. إن شاء الله بإذن الله. أنا نشأت في بيت مديح يعني. أذكر أول قصيدة أنا حفظتها لأبونا الشيخ سعد أبو قرون وهي مختاري الهاشمي الساري، قصيدة شعبية. والمديح هو طبعا نحن زي ما ذكرت لك قمنا فيه يعني. طيب خصوصية الجمعة ونحن اليوم في يوم الجمعة يعني ومن بدايته يعني عندنا احنا كسودانيين عموما وأسر السودانية يوم الجمعة ده يوم مليان شديد. لكن يوم الجمعة بتنتقل للمرشدين والمادحين بيكون عنده شكل ثاني، فعايز أبدأ عايز أشوف يومكم بيبدأ بعد الجمعة يعني حلقات دور العلم والمدارسة والإنشاد اللي بيكون بعد المغرب. والله نحن دائما الجمعة دائما الخميس ليلة الجمعة بالليل الخميس والجمعة دائما أي منشد والله ما أدري بيكون فيها عنده فيها التزام. يعني حس أنا من صلاة الفجر جاي عليكم وطالع إن شاء الله ماشي على حجر العسل برضه عندي فيها التزام اليوم وبعد المغرب دائما يعني كده. يعني الجمعة دي بالنسبة للمادحين دي بتكون مليانة كور مشغولين فيها. أيوه يوم. طب نحن دايرين نسمع تاني إنشاد لكن دايرين نرجع بيت بالذاكر يعني يا أول حاجة حفظتها أو حاجة من أوائل الأنشودات يعني اللي أنت حفظتها. والله من أول قصيدة اللي حفظتها هي مختاري الهاشمي الساري للشيخ سعد أبو قرون وبعدها تاني قصيدة بتقول مختار شفيع الأمة طبي وشفاي في يوم اللمة وهذه القصيدة لأخونا سعد الحفيد الحافظ. وأنا أول متذكرة لما متذكرة يا تفيون خليتني مذكرهم. خلاص يلا قول لنا اختار لنا واحدة منهم. بس هي طبعا دي لازم طار يعني ما طيب اديني منها. والله ممكن مختاري الهاشمي الساري يا نبينا مختاري الهاشمي الساري يا نبينا مختاري صلوات الله وسلامه عليه. يا طبعا دي لا كورس. طيب كذا اشرب الشاي ذا عشان حزمناه لكن ما عايز اشرب. بارك الله فيك. نسمع غيره يعني لو انت تهربت من الاثنين وعايز اطار المره الجايه حنجيب الطار معانا يكون قاعد في الاستوديو لكن ادينا واحده ثانيه ان شاء الله. اقول لكم انشاد ل سمى الله العبيد جر القصيد واتغنى برغبه وشهود حالا سريع ما تأنى بجاه الرسول عند الكريم نتمنى آخر اليوم نموت على الكتاب والسنة ثنيت بالرسول أحمد إمام السنة بين المسلمين يقسم نعيم الجنة شبع المذنبين يوم النهار برنا المولى الكريم أعطاه مهما أتمنى ميلاد الرسول في مكة ليل يا هنا النهر انفقد والنار حالا شنا القصر انهدم شراف شاف البنا
ريس الكافرين أصبح مطفطفياً. قالوا المشركين هذا الغلام محنا ومهما نحكي قول يعلم كلامنا القنا. كيف الرايد حين هذا الأمر ما كنا وخيبة رجانا ريتنا كما كنا. يتلم الصباح قالوا الأمر لومنا خيبة على دغون الكل نتبومنا. هيينا الخصام وأمرنا ما غومنا سكان مكة قالت تعبنا وذي الجنة. إبليس قال لهم يا قوم مرق راينا وسوى سحار بقبض التراب خجنا. نومنا الجميع وعيبنا ما عجنا يمكن بالجبال نلقاين تحومنا. اتوجه مدينة فيها جات منا بخبر القبائل كلهن علمنا. لقوه السعاد قالوا له بك آمنا يا طيب الأصل بك طبنا وطاب زمنا. آيات الرسول الحب زي ما كنا داخل في الفؤاد من الطفال ساكنا. صيد النفور يرتع قريب ودنا يشكيل البعير يبكي ويريد فرحنا. صلى والسلام عد النبات للحناء والصلى والسلام ترضي الرسول مخزنا. بآل الجميع وأصحاب الأحي السنة يلقى باب شريع جواره بطن الجنة. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني لما نتكلم عن ود بشريعة ونتكلم عن العارف بالله أبونا البورعي ونتكلم عن حاج الماحي, المشايخ ديل مديحهم ورثوه لأجيال, يعني نعرف أولاد البرعي وأولاد حاج الماحي. النوع ده من المديح هل صعب إنه ينشدوا أي زول أو يمدحوا أي زول إلا زول التتلمذ على يد المشايخ ديل وكان موجود في المسيد بكل تفاصيله؟ والله هو المديح موهبة, يعني ما حاجة اجتهادية. ما ممكن أي زول يمدح, حتى ود الشيخ ذاته والله ود الراي ما ممكن يكون مادح. ممكن يكون تلميذ من تلامذة جزء من المسيد يكون مادح ومنشد. أنا كان قصدي مش المديح في عموم, يعني مثلا مدايح حاج الماحي مثلا, الكتابات مثلا, يعني كتابات حاج الماحي, ممكن قصائد حاج الماحي. أي زول بيقدر يقولها بنفس الطريقة ولا إلا أولاد حاج الماحي والله هي اللي عرفوها وتدربوا عليها وسمعوها منهم صغار؟ يعني لا, ممكن أي زول يمدحها, يعني أصلا عندنا ناس كثيرين يمدحوا مديح حاج الماحي. الملكات شو اللي بيحتاج لها المادح عشان يقدر يعني ينافس في البحور دي كلها المختلفة؟ والله أكيد الصوت دي الوسيلة هي الأولى. ما ممكن تكون عندك صوت تقول أنا دار أشيد ولا دار أمدح. الصوت بعد ذاك التقوى برضو له أثر كبير. الإنسان لما يكون تقرب سبحانه وتعالى بيفتح له بأنوار المعرفة والفتوحات والحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي. شيخ تاج الدين, إن شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية وكتر خيرك, وأنت يعني سحت بينا في بحور مختلفة في صباح الأشروق. أديك مساحة أخيرة تحيي فيها كل أهلك ومشايخك وكل الناس اللي عايز ترسل لهم تحية الصحة والعافية. بارك الله فيك أخي حمزة والأخ أحمد, وأنا والله سعيد بهذا اللقاء الطيب في هذا اليوم الطيب وفي هذه الأيام المباركات, أيام الرجب. صحيح. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وعبركم. أحيي الوالد الخليفة الشيخ عبد الناصر الشيخ سعد وجميع أسرة أبو قرون وأخونا محمد عثمان بالدوحة وأخواننا بالسعودية الرياض وجميع المشاهدين إن شاء الله, ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.
ونهديهم وتهدينا شنو؟ اخيرا يعني انشاد فيها يعني. انشاد ايوه ان شاء الله نعمل لكم بيتين ثلاثه من البرده ان شاء الله. تفضل. تمام. البرده ممكن تكون معك 8 دقائق او 6 دقائق، ممكن البرده كلها يعني، ممكن كلها للناس المتعطشين يسمعون. جدا ان شاء الله. بارك الله فيك حبيبي. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله باب الرجاء ما زال فاتحه بفضل من قد أتى القرآن مادحه، فإنه يم فضل عن مسابحه، مدحي له طول عمري لن أبارحه، ومن ألذمت أفكاري مدايحه، وجدته لخلاصي خير ملتزم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله فوقهما ستر الرضا سدلا، وأرسل الطير باضت حيث وما نزلا، والعنكبوت بباب الغار قد غزلا. قالوا إلها هنا لا شك قد وصلا، لكنهما أبدا ما ها هنا دخلا. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البريئة لم تنسج ولم تحم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليه وسلم. كتر خيرك المرشد تاج الدين الخليفة بأنك الشيخ سعد، كتر خيرك، شكرا جزيلا لك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وربنا يوفقنا ان شاء الله، يوفقكم وجميع المشاهدين. الله يخليك.